الإخوة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه البرمجة الخاصة في ساعة زمن من ولاية نهر النيل. أشواقنا بلدي الحبيبة ديما العيون تفضحا، اشتقت للنيل والضفا فجلست في ظل الضحى. اشتقت للتربال يغني في الحقول وسط السنابل، في الهجير ونص عاري وقدامه مليان كل منو يلقى بلده عامره بالرود والخمايل، ينسى يوم وشق السنين يلقى النعيم في روعه زايد. ديما العيون تفضحا اشتقت نواتي يقذف في البحر دافر مراكبه، يا صادم الموجات يا صاريع وشراع الريح تلاعبه. مرة عند الدفة واقف، مرة للمقداف يا دعبه، قدامه أطفالنا الصغار في الترع بتوب يا لابقه. ديما العيون تفضحا اشتقت لا بلدي الحنينة، اشتقت اقول يما يابا، يا حليل جسد عشية العامرة بالناس الغلابة. كل زول في حقله يقدح العصير راجعين تعابا، رغم الزمن قاسي وعنيد البلد صاينين ترابا. تحية واحتراما من ولاية نهر النيل، أرض الحضارات وعبق التاريخ، ولاية الفكر والوعي والاستنارة، أرض الموارد والعوائد والإنتاج. قال نهر النيل بريدك يا الولاية، وبريد أهلك جميع كبرى وصبايا، بريد تاريخك الباقين آية، ونحبك حب إلى ما لا نهاية. بدور ما يحول عليك الحول حزينة، بدورك حافلة يا العاقلة ورزينة، بدورك سامية فوق غرية ومدينة، وبدورك باسمة ما كاشرة وحزينة. أشوف حققت للرغم القياسي، وأشوف فيك جامعات ثانوي وأساسي، أشوف صبالك الظهر النحاسي، وأشوف فيك هيبة العز والكراسي. طوال عرض على البجراوية قال البجراوية هندسة بل مهارة، بدور الناس تجي تشوف الحضارة، معالم واضحة في التاريخ منارة، ومعهم بمشي وانا رهن الإشارة. مشعل المزارع قال بلد اللي المزارع وافي خيرة، عليها النيل يفيض كروة وجزيرة، فيها الدوحة غنة ويشدو طيرة، جناينة برتكانة وكشتونيرة. ورجع للعمال قال تقوم عمال من طلع السحورة، بلد الناس مجموعات وشورة، بلد في المحاصب دق تورة، وبلد خصيم أقل من القبورة. ومشى قدام قال مع المنقعة في التاريخ مغرا، قوافل الباحثين فوق بيمرا، في السبلوقة شلالات يسرا، مناظر تلتغيك بحرا وبرا. ومشى على البادي قال لها شوف صحبك ملا الآفاق مجرف، ظهراويك سقى الوادي المخرف، خريفك قام وغنايك يولف، وقمريك ضردر الشدر المعلف، باديتك ضعاينة مادة فوقك، سماك يرزم بعيد تلمع دروقك، حنتوتك جزائر وترعى نوقك، هجيرك راح وظل الشمس سوقك. ونهر النيل مسيلاتك قلايل، انت العافية للعيان سوايل، بلد الختمة
والجتو واللرايل والغزلان عليه مزي وطوايل ومزي وطوايل في الظهيرة. بعدين قال لها أهلك في التراحم وين مسيلهم، ميل عن قريب مهلا يشيلهم يزحزحوا لك، أجودهم من الأمطار ونيلهم بيوتهم فاتحة لعابر سبيلهم. وديل الفيل فضل ما خلوا خانة، ديل الفيل فضل ما خلوا خانة، تحت ظل الرماح لهم مكانة، قلوبهم عامرة بالإيمان ملانة، أبو طليع شاهد أسأل ترجمانة. ساعة زمن من ولاية نهر النيل نتجول فيها من أقصى شمال الولاية إلى أقصى جنوبها، نجري من خلالها حوارا ما بين الأرض والطبيعة والتراث، فكل مفردة من هذه الكلمات تحمل قيمة عظيمة هنا في ولاية نهر النيل. البداية ستكون من أرض الرباطاب من شمال الولاية، فهنالك يأتلف النيل والنخيل مع الحجر والجزر فتتشكل لوحة باسقة وبديعة الألوان. تراث الرباطاب تراث قيم وعامر بالأصالة والجودة والمروة. هنالك برز نجم أمير شعراء المنطقة أحمد عمر الرباطاب، فتغن بغانيه وتغن بكلماته بأجمل ما تكون الألحان. مصدر الثراء والإلهام والتنوع في مناطق شمال الولاية والبقع المسكونة بالرباطاب هو النيل السلسبيل، فجمال الطبيعة الخلاب الممزوج ببديع الخمائل وروعة النخيل سكب على النيل سحرا أخاذا لمناظر ومشاهد فاتنة تملأ الوجدان عنفوا وتسلب اللب والعقل والكيان. الكثير من الجزر استباحت قصرا مجرى النيل وحرمة تياره وحرية مساره وانسيابه، فتناثرت في وسطه وعلى ضفته ومنحنيته كالجوار الممردة بالنمارق والحور الحسانة. أما تراث منطقة الرباطاب فهو حافل بالقيم النبيلة والأصيلة التي تعلي وتعظ من الكرم والمروءة والشجاعة والانتماء الصادق لتراب الوطن. شرقك يا جمال وجنوبك واسع مجال يا على أطر صباك بشمال المدر يا سوسن نحييك ونتفول بجنوبك نعيم جزلين ومن صيد كردفان أغنينا في شرقك رصيد وادينا شمالك فيه بركة وين من المدر يا وزهورك نادي فوق نيلة طيور تغريت في نخيل أبواديك رايق يا حليلة قومك يلا نمشي لا ومدر يا انت جديد وانت حديث ولك يا راقي شعور وحسيس لسه ما وصلت أميز ودايما يا ربوع نعيس ومدر يا انت منانا وانت مرادنا فرحتنا ونعيم يا منا نغماتك تزيل آلامنا ودايما يا ربوع إلهامنا من أمدر يا ربوع سودانا نحييك وانت كل أمان نحييك في الغرى والبادي وفي كل الأراضي الهادي في الخطوم زهورك لدي تهواك النفوس ليك راضية من أمدر يا الزهور نادي فوق نيلة طيور تغريت في نخيلة واديك رايقة يا حليلة قومك يلا نمشي لا ومدر يا ودعنا خلاص يا ربوع نعود لك تاني بعد اسبوع نلقاك فوق زحل مرفوع خيراتك تفيد نوع نوع ومدر يا ودعنا خلاص يا ربوع نعود لك تاني بعد
نلقاك فوق زحل مرفوع خيراتك تصير نوع نوع. الحمد يا ربوع سودان نحييك من كل أمانة. الحمد يا ربوع سودان نحييك من كل أمانة. الحمد يا ربوع سودان نحييك من كل أمانة. بل إن أشعار وأغاني من يحتفون بهذه القيم وعلى رأسهم أمير شعراء المنطقة ذائع الصيت وصاحب أغنية رباح السودان أحمد عمر الرباطابي تتسم بقوة نظم المفردة الجزيلة ورصانة التعبير وتوارد صور البيان المفتونة لروعة ألوان الإبداع الشعري الفطري. الرزين الما فيه قول زوي الأخلاق المهورين يا راغي إنك طولنا طول يبغي أبو مقدار وحوله طبعا ما نال دول وين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل نقول إنا غهني عليه ونقول وين يا راغي إنك طولنا طول للرزين وأخلاقك زراف وكلاما خات الجفاف وين يا راغي منك طولنا طول عاتني ظرفك نالو ظروف الزراف والشباب معترف احتراف ليك يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غهني عليه ونقول وين يا راغي منك طولنا طول يا حبيبي بدر السماء يا جميل يا بدر السماء وين يا راغي منك طولنا طول يهضب يرغبت ومغيم أحن عليه روحي وارحمة وين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول أنا غهني عليه ونقول وين يا ليك حب جرى في دماي قلبي عندك ونمو معاي وين يا راغي منك طولنا طول انت عارف ريدي وحواي تاني من غير ريدك كفاي وين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غهني عليه ونقول وين يا راغي منك طولنا طول كل ما يشوف قلبي الغيور ينبسط ملي بسرور وين يا راغي منك طولنا طول وين شبيها خلاف البدور الله يديك زي ما تدور وين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غهني عليه ونقول وين يا راغي منك طولنا طول والعيون سهرات طولن بدموع الشوق ملن وين يا راغي منك طولنا طول والقلب النار انقلن ارحمي كيف يتحملن ليك يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غهني عليه ونقول وين يا راغي منك طولنا طول في مشيك لنا بس بالشفاء يا الخدار في ارض العفاوين يا راغي منك طولنا طول فيك شعور الود والوفاء وظروف حكمك مو جفاوين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غني عليها ونقول وين يا راغي منك طولنا طول من بربر لكم التحيه هذه المره بربر سلطان والقران بربر التاريخ والشرافه والهجره من بربر ندخل إلى تراث منطقة الميرفاب وهو تراث محكوم بقيم سودانية احتفى بها الشعب السوداني العمدة مختار ودرحمة أحد الذين ذاع صيتهم في المنطقة فله تراث قيم تغنى به الأجداد والأحفاد الحديث عن منطقة الميرفاب يعني أنه حديث ذي صلة بمعظم المكونات السكانية والقبلية لشمال وشرق ووسط السودان فتراث الميرفاب الذي تأسس على هدى مملكتهم العظيمة التي حكمها رجال عظماء وملوك أقوياء وأشداء
ومن بعدهم عمد وشيوخ حكماء وكرماء لا يمكن النظر إليه بخلاف كونه تراث يعبر عن قيم أهل السودان وتقاليدهم الراسخة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما هو علوم لدينا بأننا بنتمسك بغيم ومسل بنعتقد إنها يعني بتمثل الخلق الطيب والكرم والنبل تمثل في يعني لك هذا المسل دي تلمسها في الحياة اليومية بتاعت أي فرد في الأسئلة في الحرابة نحن بنعتقد أو الغدح المعلى في سقوط الخرطوم في زمن المهدية يعزى للرفاق لأنهم فتحوا بربر أو بربر سقطت في يد المهدية قبل أن تسقط الخرطوم. بربر لما سقطت في يد المهدية خرطوم ما كانت فتحت، ودي قال فيها الإمام المهدي قولة الشهيرة إنهم أهل بربر جزاهم الله الخير طول برش من النص. طبعا كل الناس اللي بحاربين أسقطوا بربر دي هم أبناء المرفاق، أنها كانت المنطقة إذا بتاعتهم هنا وهم بيسودوها. كان بيقودها عسكريا عبد الماجد دبل كيلك واد نصر الدين. اليوم نحن وقوف أمام أحد بيوت أشهر عمد المرفا بالعبيدية بمحلية بربر، وهو العمدة مختار واد رحمة الذي ظلت داره وبأمره في حياته وما بعد مماته مفتوحة بلا باب، وما ذلك إلا مخافة أن لا يرتدها الضيوف وعابرو السبيل ويتجشمون مشقة حرج وطرق على الباب انتظار إذن الدخول للدار. والله يا البوابة دي في أغاويل من قبلنا، يعني إنه في ضيف جاء طالب العمدة مختار وعملوا بواكمة وهو لقى الصباح طلع لقى راقد جنب البوابة برا. من لحظة دي دخل الضيف وأكرمه وقامش على البوابة، قال البوابة دي تعني ما تتقفل، الباب يكون مفتوح. لحد الآن البوابة قاعدة لحد اللحظة، ما في ضيف بيبيت برا، ما في ضيف بيبيت برا، أيوة البيت فاتح. وقد نظمت في العمدة مختار واد رحمة أشهر وأروع أغاني الحماسة والتراث، وهي أغنية حادثة القطار، سمح الجدل فوق مختار وسمح الهيبة فوق مختار. للملك ابو مختار، اي الملك اي رساله الوجه سمح
من الميرفاب إلى عطبرة وتحديدا بحي الموردة، ندخل إلى بيت التراث، بيت الحاج النعمة بيت قسم الله. فهناك لا وجود لأي من الأدوات الكهربائية والإلكترونية، لأن أدوات التراث تنتج هناك وتؤدي وظائفها بجودة وكفاءة عالية. في هذا البيت القديم المتهالك بحي الموردة بعطبرة تسكن هادئة وادعة الحاجة نعمة بنت قسم الله، امرأة ثمانينية لكنها ملأة بالهمة والنشاط والحيوية. لا تبارح عبارات الحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل لسانها الذي أصبح رطبا بذكر الله. ما عندي عوجة بس بدخل في ظفيرنا يا ربي لك الحمد وكون من الشاكرين يا أولادي. ما عندي حاجة كذي والله قد علك وتبقى عيالة ما خلي خدمتي يا وليداتي. أها يا ربي لك الحمد كويسة وما عندي عوجة. نحمد الله واشكر الله بالنفس الطالع ونادي يا أولادي. بيت الحاجة النعمة بنت قسم الله بهيئته وبيئته ومكوناته وإيقاع حياته لا يزال غارقا في التقليدية بأدوات الفولكلور والتراث الشعبي القديم المندثر في مدينة حضارية كعطورة. فسيدة البيت الحاجة النعمة توظف أدوات التراث الشعبي من غير أن يتداخل مع ذلك أيا من أدوات الكهرباء والإلكترونيات الحديثة، ومع ذلك فإن الحاجة النعمة بنت قسم الله تتكسب من عرق جبينها وخدمة ضرعها وتتخذ من الزعف مصدر رزق وحياة لها. السعف ده والله من أنا في سية صغيرة أنا شغالة في السعف ده يا ربي لك الحمد. وأبوي يقول له نعلموه يجوا يعلمونك تخرب ويدقوني قنبوا كورك وفكك وذول روح أهلي أبوي يجي من فاضة يقول له ندقوه علموه الصنعة دي يدقوا فوقنا ونعلمون الصنعة دي يا ربي لك الحمد. نحمد الله أسع بلاصة نحلي ما عندي حاجة. نحمد الله إن بقيت عيارة رقدت أخذت رقدتي قمت علي حيلي يا ربي لك الحمد. أقوم أقص عافية أقوم أصفر وإن بقيت براي دار أخذت لي حلة في النار أديهم أقول لهم جيبوا لي إيش عقلوني يقولوا لي نحن ما دارينك تخدني. أقول لهم خلوني ألا خدم أشد حيلي الزول كنت يرقد يا أولادي طوال الرقاد أبي أشد الحيل تشد الحيل الخدمة هلا تزول يخدم برا بيده قطة حلت قدامه اللقمة اللي تكسر كنت يندس في قلبه بارضة يقول ده حقي. الباحث والمنقب في التراث الشعبي محمد أحمد قدور رافقنا في زيارتنا للحاجة النعمة وسجل مشاهداته الحية والقيمة حول بيتها العتيق وحياتها العصامية المتفردة. عندما تدخل هذا البيت تجد كل الأدوات والآلات التراثية لا زالت تؤدي وظيفتها في هذا البيت، بدءا من الزير، العنقريب، البمبر، الصاج، المعلاق، وبل شكل البيت ذاته. شكل البيت احتفظ لنا بشكله التقليدي في هذا البيت. ايوه الشكل التقليدي لهذا البيت السوداني اللي ممكن ننطق عليه البيت الذي يمثل الهويه السودانيه. يعني جابوا لنا الثلاجات نحن التطور الغير مدروس يا حاج نعمه فتح الله عليك. وهذا البيت بنلقى لا زال يحتفظ بسماته وبشكله السوداني. نلقى في هذا البيت لذا نحن بوسط شعبتين ودي مهمة جدا في البيت السوداني، أهل يسموها الشعبة أو التأمينة أو الأمينة، أمينة البيت هذا تسمية للشعبة. هذا البيت ممكن أن يعد نموذجا للتراث في المدن، لأنه مدينة عطبرة تعد من أحدث المدن السودانية. نجد فيها بيت مثل هذا نرى أن التراث لا زال والأدوات والآلات التراثية لا زال تؤدي وظيفتها. أنا ممكن أطلق على هذا البيت بيت عمتنا نعمة أشهر صانع السعف في ولاية نهر النيل، ممكن أطلق على بيتها معرض للفولكلور، معرض للفولكلور. وهذا الحي حي الموردة غرب حي بتاع مبدعين، أدانا كثير من المبدعين في فن التشكيل.
كمثال الأستاذ والدارس والأكاديمي أخونا الفنان سعيد رفاعي في هذا الحي. أنا داير أقول إنه هذا الحي احتفظنا بمهنة لا زالت تمارس ولا زالت تمارس الحاجة، ألا وهي مهنة صناعة السعف. في هذا البيت بنلقى كل الأدوات المصنوعة من السعف، كل الأدوات المصنوعة بالسعف بدءا من الهبابة نهاية بالتبروقة. نلقى القفة، نلقى المشلعيب، نلقى البرش، نلقى كل الأدوات التي تصنع من السعف. وده كان برضو له سبب إن وجود مادة صناعة السعف في هذه المنطقة لها بعدها التاريخ، لأنه منطقة أدنى نهر عطبرة ومنطقة الأدبراوي هي المنطقة التي ينمو فيها شجر الدوم، وهي هذه المنطقة منطقة كانت تجلب فيها المواد المحلية من أخشاب إلى كده، هي موردة أو مورد للأخشاب. فمن هنا بنلقى الحاجة نعمة صامدة طيلة 80 سنة عمرها تعدي. بل هذه الصناعات اللي بنشوفها قدامنا لعبت دور كبير جدا عندنا في الجانب الاجتماعي، انه هذه الصنعة بتتم في جماعة، يقعد مجموعة مع حاجة نعمة بتشقق بتطفر وتعلمها معاك وكده. نلقى هذا الجانب الاجتماعي هذا يحتفظ به هذا البيت، بيت الحاجة نعمة في هذا الجانب. بل نلقى انه لعبة الحاجة نعمة دور اقتصادي كبير جدا، لانه ادتنا هذه الهبابة اخذت المواد المحلية زي ما ذكرت قبيل من تاجر، من التاجر المحلي، من السعف، من الصبغة، من الاشياء الادوات اللي بتعمل بيها معي. ايوه وتنباع بسعر زهيد جدا، يعني ممكن دي تقول لك بجنيه ولا بجنيهين هذا المصنوع. هذا جانب اقتصادي مهم جدا جدا في ادواتنا. انا برى انه الحاجة نعمة يعني وربنا يطول في عمره، هذا الجيل الذي صنع الاقتصاد السوداني من ناحية اقتصادية. أيوة. وهذا المنزل يعد مزارة لكل زول يتلمس الفولكلور السوداني، ولكل دارس. وأخيرا أقول لنعمة، أنت تؤدي رسالة وتبرز هويتنا السودانية. وما يعجبني في هذا البيت إنه ما زي البيوت الأخرى، إنه بيت البيوت الأخرى التي دخلت للتطور والتحديث الغير مدروس. ودي هنا هذا البيت يلائم بعتنا، هذا البيت يشبهنا. وقبل أن نبرح بيت الحاجة النعمة بتقسم الله تحلقت حولها في جلسة جامعة حفيداتها وجاراتها وقريباتها، فاكتسب البيت حنينا ودفئا صادقا تجمل في نهاية الجلسة بمعايدات ودعوات الحاجة النعمة قبل وداعينا لها. عود علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس الفر وبصاب، يا كلكم بعافيتكم يا ناس مقصف يا بنوتة، يا ربي لك الحمد، نعمة طيبة وكويسة تعيد عليكم. عود علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس فاطمة بنت محمد أحمد وخيتك، يعيد علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس هاشيم، وعفو مننا وعافي منكم لله والرسول، العفو والعافية وتمامة العافية يا رب العالمين، يا رب يا كريم يتم العافية ويتم المونة كلنا، يدينا العافية ويقدم في أيامنا، يقدم في أيامكم أنت يا وليداتي، ويديكم العافية ويخليكم ويقدمكم لي قدام. من حي الموردة بعطبرة إلى حي الفرع بالدمر، فهناك في كل عام يتدفق خور الفوركيد فيحيل منطقة الفرع وما جاورها إلى منتجع سياحي تقليدي. نتابع.
مع تباشير منازل فصل الخريف المطير وتدرج المعارج التي يصل فيها فيضان نهر النيل إلى ذروته في المناسيب، يستجمع خور الفوركيت قواه بحثا على العودة من جديد إلى مجراه المألوف ارتكازا عند قرية الفرع القديم بالدامر. عوافي هن جيناكم ومرحب بضيوف نعديل، ونحن الصوت مع العرضة، ونحن شهامة أبنا نيل، ونحن أصلنا جعلية وبنكرم لي ضيوف ننكيل، وهي زحت الدواء سابتين نجري عليه عدونا الويل. نادرا ما يخلف خور الفركيت الوعد ويخيب آمال وراجعات من ينتظرونه نزولا في كل عام، وعلى رأسهم العم إبراهيم الذي أعد لرواده وعابريه متكأ وملاذا يرجو منه أجرا وثوابا يصيب بهما خيري الدنيا والآخرة. أصل الفوركيت ده قديم من يعني من كلية نسوس فوركيت، وأصل أساسا بيجيب موية المطر ينزل الجزيرة يعني، وبعدها جاء طريق عمل له طريق للبحر لمن يتسب، التساب ده يمكن يصل لعي محل الزلط ده يعني ماشي يعني، كان زمان يعني، لكن زمان هو المنفس للبلد، الأمطار بتجي تنزل الجزيرة، الفوركيت في لمن يجي البحر يزيد بيطلع يطلع بطريق الفوركيت. نحن من سنة 52 أو 51 جينا هنا اسم الفوركيت، غير كده ما أعرف عنه حاجة تاني. يبلغ خور الفوركيت قمة شبابه وعنفوانه حينما تأتيه وديان أقصى شرق مدينة الدامر بخيراتها في رحلة لا تستغرق في مسارها سوى ساعات مع مجراها السالك. الدامر بلد بين المدن معروفة مدخورة كرم، نديانة دي مجروفة، نفسك تنشرح تتمنى يوم الطوف وما بتبخى اليمين تقدل تكفي ضيوفة. الأطفال في مختلف الأعمار هم أصدق وأكثر الناس حفاوة وفرحا بقدوم وتدفق الفوركيت منذ أول يوم، فرح يأخذ أبعادا هستيرية في أجواء احتفائية صارخة تكسب المشهد العام للقرية صورا استثنائية بألوان الطبيعة المخملية الزاهية. الفوركيت دي بتجي أمطار، وده طبعا نهر، النهر دي طبعا جاي من البحر، طبعا ده بيجا مجرى يعني البحر، النهر ده يزيد طبعا الخردة بيرتفع، وطبعا زي ما شايفين بيكون في نوع من الترفيه ونوع من السعادة بالنسبة للشفاء بالنسبة للمناظر الجميلة، الناس بينتعشوا باعتباره ترفيه بالنسبة للأبناء وبالنسبة للناس الكبار، واللي عنده طفل طبعا بيجيبه، واللي عنده زول كبير بيشوف المناظر الجميلة. بس يفوز الصغار بالجولة ويتفوقون على الكبار في صدق المشاعر باستقبال الفوركيت والبقاء بداخله على جنباته، فالاستمتاع بذلك أضحى بشهية مفتوحة صباحا وأصيلا ومساء، متعة باتت تصرف الكثير من المشاغبين منهم عن قيود المنازل وحجر التعليم خوفا من انحساره عنهم بين عشية وضحاها. والمأمول لدى أهل الاختصاص بالفريع أن يجد خور الفوركيت اهتماما بتأهيله وتجميله بشكل سياحي جاذب وآمن لرواده وعابريه وساكنيه. هذا الخور كان من ضمن يعني مشاريع المدينة، مدينة دامر كعاصمة حضارية، فهناك مشروع ومقترح أساسي يكون هنالك كورنيش لتستفيد منه المواطنين كمنتزه استرشادا من المنتزهات والكورنيشات التي أقيمت في مدينة بورسودان، فهذا الخور له ضفتين، الضفة الجنوبية في مدينة الدامر العشير منطقة العشير، والمنطقة الشمالية الضفة الشمالية منطقة الفريع. دائما ما يكتب مغيب الشمس نهاية حتمية ليوم حافل بالحياة والحيوية على جانبي خور الفوركيت، لكن لحظات المغيب على الفوركيت تكتب بمداد الفلسفة والجمال الباتخ الثراء بداية لحياة جديدة لا يدرك حقيقتها وأبعدها إلا من يعيشونها لحظة بلحظة، فالوجدان دائما ما يكون عامرا بأسير الذهب الأصيل ومسحورا بشفق المغيب على الفوركيت، وعليهما تنام قرية الفريع هادئة وحالمة ووادعة. من خور الفوركيت إلى منطقة كوبوشية،
فهذه المنطقة عرفت بأنها هي المهد الأول لميلاد الأغنية في السودان. الشروق وثقت لهذه الحقيقة التاريخية من هناك. سحاب مدرب مسك البطان وغرب أبشري في الخير يا عشي قروه خير قروه يا شجر خير قرب أبشري بالخير يا شجر خير قرب. بخلاف أن منطقة كبوشية هي الحاضنة لكنوز وأسرار وخبايا مملكة مروي بأهراماتها ومواقعها الأثرية التاريخية العظيمة، فإنها تعتبر مهد الغناء السوداني الذي وضع لبنته الأساسية فنان المنطقة محمد ود الفكي عبر أغاني الطنبور قبل أن ينتقل بها إلى أم درمان. المنطقة اشتهرت بأغاني الطنبور وهي اللبنة الأولى للأغنية السودانية التي أتى بها محمد ود الفكي من هذه المنطقة إلى أم درمان، ومن بعد تطورت من الطنبور إلى حقيبة الفن إلى أن صارت هذه الأغنية السودانية المتعارف عليها الآن وما تعزب بالأوركسترا وكذا. نعم، هي تقريبا من هنا كان الغنى، من هذه المنطقة كان القناء الحر، القناء السوداني الأصيل، القناء الذي لا يحمل أي جهوية أو قبلية، بل هو قناء السوداني كله.
فإن كابوشية ومن قلبها النابض بعبق التاريخ وعنفوان الحضارة والحداثة البجراوية كانت منذ قديم الزمان وحتى الآن مركزا لأغنية الحماسة والدلوكة بإيقاعها وطقوسها الشعبية المعروفة. المنطقة اشتهرت بالإضافة لهذا هذه اللونية، هنالك أغاني الدلوكة وأغنية الدلوكة وكما نشاهد فيها الآن هي إيقاع سوداني أصيل يعرفه كل السودان، وحتى داخل المدايح النبوية هنالك هذا الإيقاع، وإن كان يحمل اسم يختلف من أغنية إيقاع الدلوكة. فإيقاع الدلوكة أو ما تعرف في مناطق السودان المختلفة أو في المدن بأغنية الحماسة، أما في هذه المنطقة فهو اسمه قناء الدلوكة. قناء الدلوكة الغناء الأغنية الأساسية فيه الأغنية الثقيلة، هي عبارة عن سمع ما بيتخللها إلا زي ما بنقول النزعة أو الصقرية، لكن ما فيها عرضة، ما فيها ضغط صوت، ما فيها رقص بتاع بنات. أريد عواد الخيل ودابي كركرو صياد ليك ما أبشيل تقيل يا ود برني خوي صاقعت هجاي بلي
ومن بعد محمد الدلفكي جاء فنان المنطقة عبد الله الماحي الذي تغنى بأغاني الطنبور والحقيبة، وهو صاحب أول أسطوانة تسجيل فنية تدخل للسودان من خارجه. عبد الله الماحي من هذه المنطقة، منطقة البجراوية، هذه منطقة محمد الدلفكي، ومن ثم عبد الله الماحي، وقبلهم كان محمد الدبعجوم أستاذ الدلفكي، ومن بعد الدلفكي استلم الراية عبد الله الماحي. عبد الله الماحي تغنى بأغاني الطنبور التي كان يتغنى بها الدلفكي في ذلك الزمان، وبعد ذاك عبد الله الماحي غنى بالأسلوب بتاع ما يعرف بأغنية الحقيبة. وعبد الله الماحي كما هو معروف للجميع انه صاحب اول اسطوانة حقيبة الفن تدخل الى السودان. برجال عاديم سماه انفي وطر ذين باسماه، في ساعة الزمن من ولاية نهر النيل. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا. تحياتي والفريق العامل، حتى الملتقى، في أمان الله.